السلام عليكم أستاذة منال. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله تعالى أنا وبركاته ستة منال، منال من القاهرة. أهلا بيكي ست الكل. أنا متجوزة بقالي 7 سنين، أيوة كنت في بيت عيلة الأول وبعد كده اتقسمت من قيمة سنة، وأنا في العيلة كان معايا طفلين، البنت الأولى دلوقتي عندها 7 سنين والطفل الثاني عنده 5 سنين، حماتي اللي مربياهم، يعني اتمنى أنا ما كنتش برضع، فهي مربياهم على طول وهي اللي قاعدة معاهم. بناء عليه انا كنت يعني في بيت العيله شغاله معاهم في بيت العيله يعني، وهي اللي مربيه اولادي. بعد ما يعني قبل ما ننقسم حصلت مشاكل بيني وبين اخت جوزي، يعني مشاكل يعني ان انا مثلا جوزها قال لي كلام ضايقني، قلت لجوزي، حماتي زعلتني يعني زعلانه بسبب ان انا قلت لجوزي. فهي دلوقتي يعني فضحاني في الدنيا بحالها، ده سرقتني، ده عملتني، ده هو ايه يعني بتقول نوعية عليا الكلام كلام اللي وحش قوي ايه نوعية بسبب ان الكلام اللي انت ايه نوعية الكلام اللي انت قلتيه يا منال؟ يعني حصل مش ان لازم جوزي يعني تفاصيل، هي انا بقول نوعية الكلام، منفرده. نعم، نوعية الكلام ايه من غير تفاصيل يعني. يعني قلت لجوزي ان هو حصل من تصرف مش كويس، وجوزي قال لحمايه وحماتي، وحمايه وحماتي قالوا عليا ان انا بكذب ماشي، فبعد كده هم تصرف قالوا مش له يعني كويس هم يعني وثقوه مثلا وقال ما عكسك حصلش، حاجة يعني بس كان في اثبات ودليل على كده. انا بسألك يا منال، التصرف اللي مش كويس ده انه اتصرف معاك يعني بيعكسك، بيقول لك حاجة بتاع كده، يعني حاجة من ده الموضوع ده؟ تمام ما يعني انا اتفاجئت بالموقف، يعني هو كان محترم معايا كل حاجه، انا اتفاجئت بالموقف تمام بس. فبناء عليه انا قلت لجوزي المشاكل ابتدت بقى من هنا، وعلى طول انت وحشه، على طول مش عارف ايه، فطحاني في الدنيا ده بحالها والبلد بحالها. يبقى يقرب انت يقرب لكم ايه ده؟ ما جوز اخت حمايه، جوز اخت جوزي اوكي يعني، هو وبعدين فضحاني في البلد بحالها، انت سرقتيني، انت عملتيني، يعني يعني انا هي وكمان عايزة هي اللي تطلعك، بياخدوا هي برضو من عايزة الكلام. تطلعك يعني ان انت مش مظبوط عشان تنفي الكلام ده. ايوه، بناء عليه عيالي بقوا بياخدوا برضو من الكلام. من فتره لقيت شيخ جاي لي يحلفني على مصحف بسبب ان انا سرقت حماتي، شيخ جاي لي يحلفني على مصحف بسبب ان انا سرقت حماتي، طول ما سرقتهاش قعدت نفسيتي تعبانه فتره جامده جدا، يعني انا قعدت نفسيتي تعبانه فتره جامده جدا، ومع طب ذلك والسؤال، هي ما السؤال يا منال. السؤال ان انا جوزي مقاطعها، انا جوزي مقاطعها، وهي تصرفاتها يعني مشاكلها برضه يعني هم مقاطعها بسبب ان هي وشها وكلامها، وبرضه تصرفاتها بتزيد في الوش، انا بقيت يعني لما اخرج بره الناس بتكلمني وبتسالني. هو انت قلتي لزوجك عشان يكلم جوز اخته ولا كلمتيه كده يعني ليه؟ مش يعني انت عارفة، أنا مش عارفة أنا ساعتها قلت له ليه، بس يعني أنا اتفاجئت من الموقف وقلت له مرة واحدة، كنت مش كنت يعني مش عارفة أنا قلت له ليه. تمام. فأنا عايزة يعني أعرف من حضرتك أتعامل معاها إزاي، أنا دلوقتي ما يعني مقطعاها احنا وجوزي مش يعني يعتبر هنقاطع حد مقاطعها. ولا حاجة، بس الناس ساعات الدخول الزيادة عن اللزوم ده لازم يطلع منه الكلام ده، والناس اللي قاعدة في بيت واحد وياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض، والستات داخلة طالعة في المطابخ تطبخ وتعمل وده، ولا هي عارفة هتستر نفسها ولا هتخش تشتغل في البيت، ولا يعني اللخبطة دي بتأدي للكلام ده واكتر من الكلام ده كمان. حاضر يا منال، بس انا المفروض لما بيحصل حاجة من الكلام ده يا منال، يعني اذا الواحدة صدفة تصرف مش مظبوط وعابر وهنقول سقطة وكانت من ذلك زوج الأخت، إن أنا ما بتكلمش في الأمر وبتعامل بطريقة فيها يمكن أنا انكشف مني شيء، اتصرفت بتصرف فيه نوع من يعني كأني قاعدة في مجتمع نسائي وأنا معايا رجال داخلين طالعين، فربما هو قال كلمة مش مظبوطة، مش على طول أنا بحكي يعني أنا بتصرف، بمعنى إيه؟ يرى مني الجد والاحترام والأدب والحزم، وإذا تكرر كان في مضايقات يعني كبيرة أو كان في شيء، ساعتها أنا بقول والله أنا مش هطلع، لأن أنا بجد بعض التصرفات اللي ما بتريحنيش، مش على طول. هي يمكن حماتك زعلت عشان هي مش عايزة شقاق يدخل، لكن أنا كنت يعني أود إنك أنت لما تبقي في موقف زي كده مش على طول بقى عشان ما يمشي يروح ويشبط في جوز أخته يضربه ويشوفها، عارف إن بقى ده بيبص لمراته والكلام ده، ونلتزم بالآداب الشرعية في البيوت، ده شيء مهم جدا. هنكمل